ده مادة النشاط العلمي المستوى الرابع ابتدائي صفحة 74. أقوم تعلماتي. نمر بالتمرين الأول. أختار الجواب الصحيح بوضع علامة في المربع. سؤال رقم 1. المرض هو ألف حالة جسمية صحية، باء حالة غير طبيعية تؤثر على جسم الإنسان، جيم حالة الإحساس بالجوع. إذا الجواب هو باء حالة غير طبيعية تؤثر على جسم الإنسان. إذا غنوضع علامة لا باء. نمر الاثنان. ينتقل المرض المعدي بواسطة، إذا هل ينتقل المرض المعدي بواسطة الهواء أم الدخان أم الحرارة؟ إذا ينتقل بواسطة الهواء. إذا نوضع ألف، إذا لا يمكن أن ينتقل بالدخان أو الحرارة. نمر للسؤال رقم 3. الوقاية هي، إذا كنا شفناها في الدرس، الوقاية هي العلاج من المرض المعدي، انتقال المرض من شخص إلى آخر، الحماية من المرض المعدي. إذا الجواب هو جيم، إذا نوضع علامة على جيم. الوقاية هي الحماية من المرض المعدي. نمر رقم 4. طرق الوقاية من الأمراض هي، ما يجب أن أقوم به لكي لا أصاب بالعدوى، ما يجب أن ألبسه وأنا مريض، ما يجب أن أكله وأنا مريض. إذا الجواب الصحيح هو ألف، إذا نوضع على ألف، ما يجب أن أقوم به لكي لا أصاب بالعدوى. نمر للسؤال رقم 5. تتكون البيئة من ألف العناصر غير الحية فقط، الكائنات الحية فقط، أم كائنات حية وعناصر غير حية معا؟ إذا تتكون البيئة من، الجواب هو جيم، نوضع علامة على جيم، كائنات حية وعناصر غير حية معا.